يعني كريم، صباح الفل في البداية عليك. صباح الفل عليك طبعا زميلتي العزيزة نهاوند، وكل التحية لزميلي العزيز كريم، وتحياتنا طبعا لكابتننا الكبير كابتن ماهر همام. كريم السلام عليكم. كريم، يعني انا وكريم وكابتن همام وكل جمهور 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي دلوقتي سامعينك، فاحنا عايزينك تنقل لنا الصوره حيه من التتش ويعني واللعيبه والتدريب، ولو في كواليس وطمنا كده برضو. واكيد احنا زي ما احنا عارفين بسبب الطرد الاخير حمدي مش هيلعب او مش هيبقى متواجد، خلينا برضو نعرف منك كل الكواليس، اتفضل. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول المرحله الاخيره لاستعدادات فريق النادي الاهلي لمباراه المحله غدا ان شاء الله في الخامسه ونصف على استاد المحله، وهي مباراه في الجوله الخامسه، مباراه لها حسابات ولها تحضيرات قويه جدا للجهاز الفني، لان يمكن تغيير الارض ويمكن كمان الطقس والمناخ الحقيقه اللي احنا متواجدين فيه في خلال ال 48 ساعه الماضيه القادمه ان شاء الله بنتمنى ما يبقاش في امطار موعد المباراه. 5:30 هو ميعاد بدري شويه عن الميعاد المعتاد لفريق النادي الاهلي في مبارياته 8 مساء، لكن مع التقلبات الحقيقه اللي متواجدين معاها التحضير بيكون لارضيه الملعب لحضور الجمهور الحقيقه كمان ايضا وهو جمهور المحله، فيمكن كمان ظروف عديده جدا مع التحضيرات الفنيه بياكد عليها بيتسو موسيماني في محاضراته الفنيه المستمره اللي متواجده حاليا دلوقتي وفي هذه اللحظات، يمكن كل اللعيبه في محاضره اخيره قبل التوجه طبعا الى التدريب ومنها مباشره الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه المحله. الاجواء طيبه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي وحاله النشوه والفوز والاصرار الكبير الحقيقه اللي شايفينها من اول بدايه الدوري العام، يعني احنا الحمد لله محققين العلامه الكامله بمباراه كانت كبيره جدا مع مباراه نادي الزمالك، فان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي عنده امل كبير جدا ان احنا نشوف الفتره اللي جايه كلها انتصارات، احنا عندنا مباراه المحله ثم مباراه سموحه الاخيره ويتوقف بطوله الدوري العام، فيمكن الامور الحمد لله بالنسبه للجهاز الفني الرغبه موجوده للاعبين، التحضير جيد جدا، يمكن قلنا على حمدي فتحي وغيابه واحد من اللعيبه المهمين جدا وهيبقى ليه تاثير بالتاكيد، لكن السكواد اللي متواجد مع فريق النادي الاهلي بيطمننا وبيطمن جمهور النادي الاهلي وبيسبب حيره كبيره جدا لبيتسو موسيماني اللي هيكون متواجد، خلاص بيبقى الامر بيكون مصاب او بيكون طارد او كده، لكن اي حد بيكون متواجد بيأدي الأداء اللي مطلوب منه، وده الأمر اللي احنا شفناه مع أكرم توفيق مكان مش مكان، والراجل دلوقتي بقى مصنف ان هو احسن باك رايت في مصر خلال الفترة الماضية، فيمكن ده يحسب لبيتسو موسيماني تحديدا والجهاز الفني، اي لعيبه يكون متواجد في القائمة ان شاء الله باذن الله يكون في قمة تركيزه ويدي المردود الكبير اللي بيتمناه وبيأمله كل جمهور النادي الأهلي. احنا طبعا متواجدين زميلتي العزيزة نهاوند زميلي كريم متواجدين في ملعب مختار التتش مستنيين طبعا انطلاق التدريب، التدريب كان محدد ليه 11 صباحا طبعا، لكن هي بيتسو موسيماني كعادته محاضراته المستمره قبل كل مباراه من 30 ل 35 دقيقه، الراجل النهارده بيفرج اللعيبه على الهايلايتس الاخير لفريق المحله، عندهم عناصر مميزه جدا بيلعبوا بطريقه جيده جدا، الطريقه الجماعيه عندهم مميزه خلال المباريات الماضيه، فيمكن كل ده طبق بالنسبه للتدريب الاخير، لكن الضغط كبير زميلتي نهاوند الحقيقه، الضغط كبير جدا وتلاحم المباريات كنا بنقول بنامل الدوري ده وجدول بطوله الدوري العام ما يبقاش في ضغط كبير، لكن بعد المباراه الاخيره تدريب وحيد ريكفري للاعبين ثم النهارده تدريب اساسي ومنها سفر الى المنصوره لدخول في معسكر مغلق، ومن المنصوره يتوجه النادي الاهلي غدا الى المحله ان شاء الله لهذه المباراه، فيمكن الحمد لله الامور طيبه جدا، كل مره كنا بنقول عندنا لعيب مصاب عندنا اثنين لعيبه مصابه عندنا حد بيأهل، لكن الحمد لله المرحله دي والفتره دي ما عندناش اي لعيب مصاب خلال الايام الماضيه، الحمد لله ده كان امر مهم جدا وده الدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي لطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله وكل طاقم العمل وكتيبه العمل الكبيره جدا في الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي، الامر ده بيسعد وبيطمن بشكل كبير جدا الجهاز الفني وايضا كمان بيطمن الجمهور، اما بتخش في السكواد كامل بيبقى الاختيار متروك للجهاز الفني، لكن اما بيبقى عندنا قصور وعدد في اللعيبه كبير جدا الامر بيكون في حيره شويه نقدر نوظف مين نقدر نلعب مين، فالحمد لله ده امر مهم جدا بنتمنى ان شاء الله لعيبتنا تحافظ على نفسها الايام القادمه وتحديدا خلال المباراتين القادمين وايضا في مباراه المحله تحديدا لارضيه الملعب، النادي الاهلي بقاله فتره ما لعبش فيها المحله على ارضيه الملعب، ناكد على هذا الامر، الامر لو كان في امطار غدا ان شاء الله يمكن بنتمنى ما يبقاش في امطار، لكن لو في امطار هياثر بشكل كبير جدا، لان النادي الاهلي بينفذ جمل تكتيكيه عنده سرعات بيحاول ان هو يطبق شكل جديد جدا كل بطوله الدوري او كل يمكن الدوري دلوقتي ماشي على الخطه الجديده الحقيقه اللي بيقوم بيها بيتسو موسيماني، يعني الراجل لو نقدر نقول ان بيتسو موسيماني غير بشكل كبير جدا الحقيقه زميلتي نهاوند هذه الطريقه الحقيقه الايام الماضيه وتحديدا في مباراه الزمالك شفناها وشفنا مباراه الاسماعيلي، فبنتمنى ان شاء الله كل مباراه ليها ظروفها وليها حساباتها وليها طريقتها، لكن الطريقه الامثل اللي بياخد بيها النادي الاهلي مباراته الماضيه مديه مردود كبير جدا الفتره اللي جايه، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله لعبتنا تركز اكتر من كده كمان، في قصور وفي بعض طبعا الفرص اللي بتضيع، لكن كل ده بيجي طبعا بتوالي المباريات وبتوالي التدريبات، فبنامل ان شاء الله لعبتنا كعادتهم يكونوا على قدر المستطاع وثقتنا كبيره جدا فيهم ان شاء الله في خلال مباراه المحله، وبيتسو موسيماني ايضا كمان يكون موفق قعدته في القراءات الفنيه قبل المباراه
المباراه ومن خارج الخطوط على مدار 90 دقيقه نقدر ان شاء الله نحصل 3 نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في حفاظه طبعا على الصداره بالعلامه الكامله، ومنها ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في حصد نقاط في بطوله الدوري العام. تغطيتك دايما بتكون رائعه كريم حقيقي، زميلنا المتالق كريم احمد. بس قبل ما اختم معاك انا عايزه سريعا جدا اروح واطمن الناس ايضا، دي نقطه كنا بنتكلم فيها دلوقتي انا وكريم مع كابتن همام، فكره هنا الحمد لله احنا ما عندناش اصابات زي ما انت قلت او غيابات، ولكن البعض من الجماهير عنده تخوف من الاجهاد اللي لدى بعض اللعيبه عندنا في الاهلي بسبب المشاركه كمان في المنتخب زي ما احنا بنتكلم. طمنا على النقطه دي، ولو عندك كواليس من اي يعني حوار او نقاش دار بين موسيماني ولاعبتنا بخصوصا اللي هم لعيبه المنتخب ايضا، خلينا نعرف منك نقطه الحوار هنا ماشيه ازاي برضو عشان نطمن الجماهير. اتفضل. بالتاكيد طبعا يعني الاجهاد والتلاحم الكبير والمجهود الاكبر اللي بذل خلال منتخبات طبعا منتخب مصر وكل اللعيبه اللي شاركت ده امر كان واضح شويه في المباراه الاخيره، طبعا مباراه المقاولون العرب الضغط كان كبير والتركيز كبير، لكن المرحله دي زميلتي نهاوند محتاجه انكار الذات كبير جدا ومحتاجه تحامل، لان المرحله اللي قادمه محتاجين كل العناصر، الدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي وايضا كمان الجهاز الفني، الجلسات النفسيه، يعني على سبيل المثال بيرسي تاو وخروج منتخب طبعا جنوب افريقيا، الراجل كان محتاج ان هو يتكلم معاه، بيتسو موسيماني يتكلم معاه وطلعه الجو العام طبعا، ويمكن الراجل كان محطم شويه طبعا للمنتخب بلاده ان هو يطلع طبعا من تصفيات كاس العالم، طبعا ده كان امر صعب جدا على واحد زي بيرسي تاو بقيمته الكبيره، فالراجل بيشتغل جانب نفسي بشكل كبير، الجهاز الطبي وايضا كمان كل اخصائي التاهيل الموجودين بيعملوا طبعا ريكفري بشكل كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي، لكن ارجع اقول اصرار اللعيبه وتركيزهم الكبير واهميه المرحله وده اللي احنا عارفينه على لعيبه النادي الاهلي، اللي عنده كدمه بيتحامل على نفسه، اللي عنده اجهاد بسيط بيحاول ان هو يقول انا لابد ان انا اكون متواجد ومشارك في المباراه، وكان عندنا مثال كبير جدا الشناوي الحقيقه سابق الزمن الفتره اللي فاتت وشارك في مباراه الزمالك، كان راجع من المنتخب باصابه شارك في مباراه الزمالك وتالق بشكل كبير، فيمكن المرحله دي مهمه جدا لكل اللاعبين، لكن ما ننكرش ان في اجهاد، لكن هو ده قدر لعيبه النادي الاهلي، لكن الدور الاكبر اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي، وباكد على هذا الامر لان ما بنقول ما عندناش اصابات لان ما عندناش اجهاد ما عندناش لعيبه، ده مجهود اكبر كبير الاجهزه كمان اللي متواجده معانا هنا داخل مختار التتش، والدور الاكبر اللي بيقوم بيه مجلس اداره النادي الاهلي في توفير كل سبل المناخ والراحه اللي تقدر تساعد النادي الاهلي على حصد مزيد من البطولات، فكل الامور دي ان شاء الله كلها تجتمع مع فريق النادي الاهلي واستمر النادي الاهلي في ادائه المميز وفي انتصاراته المميزه، ويا رب يبعد الاصابات عن لاعبي النادي الاهلي ونفضل السكواد كامل كده معانا ان شاء الله حتى توقف بطوله الدوري العام، ومنها بقى ان شاء الله لمرحله الفتره اللي جايه، طبعا الامارات هيكون النادي الاهلي في معسكر مغلق خلال الايام القادمه، لكن مش هنسبق الاحداث، عندنا مباراه مهمه الاول هي مباراه المحله ومنها مباراه سموحه، فان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون كعادتها طبعا مركزه بشكل كبير والثلاث نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي باذن الله. كريم نشكرك جدا جدا على هذه التغطية الأكثر من رائعة، شكرا لك.